ممكن ابدا معاك بقى يا حوده او كابتن محمود، ومعلش يعني لو تسمح لي، طبعا السؤال ده اكيد اتسالته قبل كده بس انا هتكلم لان اول مره جمهور 10 الصبح بيشوفك معانا. السبب اصلا الاصابه كانت ايه يا محمود؟ اولا انا بصبح على حضرتك وبصبح على جمهور الاهلاويه في قناه النادي الاهلي. انا الاصابه كانت حادث سير وانا عمري 6 سنوات، فقدت في رجلي اليمين بعد ما عملت 9 عمليات وقعدت فيهم 2 سنين في المستشفى. بعد كده الحياة بالنسبة لك كانت عاملة ازاي، وفكرة التحديات وانا عايز اكون بطل؟ يعني اللقطة طبعا بتاعتك الشهيرة وانت بترقص بالعكاز دي قلبت الموازين خلينا نقول، بس انت من قبلها برضو شغال على نفسك يعني. هي الموضوع بعد الإصابة اختلف تماما، لان انا كان عندي حلم وطموحات كبيرة قوي، ان انا زي اي طفل صغير كان نفسه يبقى يمارس حياته بشكل طبيعي، يلعب رياضة. كنت بحب الكورة جدا، كنت شايف نفسي ان انا هبقى لاعب كورة كبير، بس شاءت الاقدار ان جه ابتلاء ربنا الجميل ليا بالاصابة والبتر، وحمدت ربنا وقلت ان انا هكمل حياتي، والاصابة والاعاقة مش هتوقفني في اي شيء، يعني سواء دراسة وتعليم، سواء ان انا ابقى شخص ناجح او شخص عليه مسؤولية كبيرة مجتمعية، ان هو يبقى حافز لجميع زملائه من ذوي الهمم. واخدت مراحل سنية مختلفة، وبعد كده اكتشفت ان انا لينا رياضة رسمية، ليها كاس عالم وليها كاس امم افريقية، وبس ما كنت حابب ان انا ابدأ الموضوع بشكل احترافي بقى، احترافي يعني اللي هو عملت دعوه على الفيسبوك نشدت فيها الشباب اللي تنطبق عليهم شروط اللعبه، لان احنا لعبتنا ليها شروط وقواعد. لعبتنا لعبه سباعي، 6 لعيبه وحارس مرمى. حارس المرمى بيبقى مبتور الذراع، واللاعب بيبقى مبتور او عنده اسر في القدم. لعبتنا من شوطين، كل شوط 25 تغييرات مفتوحة. كمان ما عندناش تسلل في اللعبة، اللاعب ممنوع يلمس الكرة بالعكاز، والحارس ممنوع يخرج من البوكس بتاعه. زي ما قلت لعبتنا ليها كاس عالم. بشكر معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي باستثناء لجنة كرة القدم لأصحاب القدم الواحدة. بشكر دكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البرلمانية على دعمها الكبير لينا، وإن هي سبورت جامد جدا في ظهرنا. وبشكر الأستاذ محمد جاد إن هو آمن بينا وآمن بحلمنا، باشمهندس خالد عبد الحفيظ اللي دايما داعم، والجند المجهول اللي دايما داعم لينا وكل زملائي في الفريق وفي كل منتخب مصر. كمان حابب اشكر الاستاذ محمد عادل حسني الراعي لمنتخب مصر اللي هو هيبقى سبورت لينا واحنا رايحين بطوله امم افريقيه، ووعدنا ان هيبقى في ماتشات وديه دوليه استعدادا لبطوله افريقيا، لان بطوله افريقيا عندنا مؤهله لكاس العالم 2022 في تركيا ان شاء الله.